في تركيا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب على العالم كله احترام نتيجة الانتخابات البرلمانية بعد أن صوت الشعب لصالح الاستقرار، وأضاف في أول تعليق له على النتائج شبه النهائية للانتخابات التي حقق فيها حزبه العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة، أضاف أن النتائج وجهت رسالة مهمة إلى حزب العمال الكردستاني مفادها أن القمع وإراقة الدماء لا يمكن أن يتعايشا أو يتعايشا مع الديمقراطية بحسب تعبيره. إن الإرادة الوطنية أظهرت اليوم تأييدها للاستقرار، وقد اتخذت قرار الانتخابات المبكرة بعد أن كشفت التطورات السريعة أنه لا بديل عنها. إن لم نحمي بلادنا جميعا فإن هناك مؤامرات كبيرة تحاك لنا كما ترون. ومعنا من ديار بكر مراسلنا عدنان الظهر. عدنان، كانت هناك احتفالات في ديار بكر بنتيجة الانتخابات، ماذا يعني لأهل ديار بكر دخول حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان الجديد؟ في الحقيقة خالد، هناك الآن شعور بخيبة الأمل تخيم على أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بعد تراجع نسبة التصويت لهذا الحزب في عموم تركيا وهنا في مدينة ديار بكر على وجه الخصوص، والتي تعتبر أحد أهم معاقله الرئيسية. هذا الحزب الذي دخل البرلمان بثمانين نائبا في انتخابات يونيو حزيران الماضي يدخل هذه المرة هذه الانتخابات بتسعة وخمسين نائبا فقط بعد أن تراجع نسبة التصويت له في عموم البلاد وفي مدينة ديار بكر على وجه الخصوص. هنا في مدينة ديار بكر الحزب حصل على تسعة مقاعد من أصل 11 مقعدا ليفقد بذلك بعضا من نسبة التصويت له، حيث كان قد حصل في الانتخابات الماضية على 10 مقاعد، بينما تمكن هذه المرة حزب العدالة والتنمية من الفوز بمقعدين ورفع رصيده إلى 22% بعد أن كانت 14.8% خلال الانتخابات الماضية. الوضع الأمني خالد في مدينة ديار بكر اليوم هادئ، لم يسجل حدوث أي اشتباكات أو أعمال شغب بين أنصار حزب الشعوب الديمقراطي والشرطة التركية، على عكس ما شهدته ليلة أمس التي شهدت حدوث بعض الاشتباكات بين الشرطة وأنصار هذا الحزب خلال احتفالهم بدخول هذا الحزب إلى البرلمان. ربما كان من المتوقع أن تشهد هذه المدينة أعمال شغب كبيرة في حال لم يتمكن الحزب من تجاوز العتبة الانتخابية ودخول البرلمان، لكن النتيجة التي حصل عليها وهي تقريبا 10% مكنته من دخول البرلمان، وبالتالي ربما هذا الأمر هدأ من الشارع الكردي هنا في مدينة ديار بكر. إذن احتفالات بدخول البرلمان حتى وإن كان نسبة المقاعد التي حصل عليها أقل هذه المرة. شكرا لمراسلنا عدنان الظاهر، كنت معنا من ديار بكر.